بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدران مريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبنا مرا بردو باسي إمام بخاري مكرد ل روانگی اوی که زنان باسیان کردو زنان نصر وکانی و کو خطیب بغدادی و ذهبی و زنانی که چون باسی بخاریان کردو باسی علمی او باسی تقوا باسی عبادتی بونمونه ای که لوانه که لخطیب بغداد خطیب بغدادی لکتب تاریخ بغداد باسی اکاد محمد ابن ابی حاتم الوراق کوا قتابی امامی بخاری بو. ألا كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة في كل ذلك، يأخذ القداح فيوري نارا بيده ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. ألا لقى البخاري كلا السفر أبو زوجة لشونيك أماين ولجوريك أنستين. ألا جاري وأبو أجاملي أبوها لشيوكا 15 جار تا 20 جار هستاوا شراكي دا جرسان دوا وسيري أو فرمداني كردوا كرواياتي كردوا وعلامتي نشاني كي لسر دانوا. يعني ألا بخاري لو كاتش كويستويتي بشويك بدا إسراحتي بكا وبخويا بيري هندي فرمودي كوتواتوا هستاوا لخوكا نزيكي تا 15 جار و 20 جاريش هستاوا شراكي دا جرسان دوا بويكوا أو شواني خوي إيوه داز نشانی بکات یا خود شتیق بنوسی یا تیابینیه یا فرموده لو کاتا هاتوتا یادی بو کوا بنوسی تو. علی دواتر را اکشاو بشوی کی ادا اخوت دیسانو بو شوی هل اسا وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة يوتر منها بواحدة ولكاتي السحر واتل بيش بانج بياني سانزر كاد نوجي سنتي اكرد وركعتك أخير ويتربوك أكرد بركاتك ويترك أكرد. وكان لا يوقظني في كل ما يقوم ومني لخوها لنا أساند كاتك مجارك هلا سابونيوش، فقلت له إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني، وتمتو بمشي ويخود ما عنده أكيد وانده ولدي عبادتك بلا من هالناس يعني بوشونيوش عبادتك أو جوتي توقنجي كيت حزناكم خوك دليتيك بدم، أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. يعني ما بخاري لو حالتي بعملي أو نشاني قتابك خوي داوك أما باش بمشي وين يشك بكات إتر أجر أو توانا هبيتوها وربدا بيكا باش ترى أجر نشيكات. ما بخاري بزي بيات وتوجوتي باخا وكيل يتجن دم. ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفي ربر في تصنيف كتاب التفسير. بوشوا يكلا قتابة كاني باسي كردوا إمامي أمبياوا خطيب بغدادي لكتابك يا كباسي بخاري كات على ذكر وصف البصريين البخاري ومدحهم إياه. بصري كان شون باسي بخاريان كردوا ومدحيان كردوا دواتر وصف أهل الحجاز والكوفة له خلق حجاز وكوفة شون باسي كردوا. ذكر عقد البخاري مجلس التحديث ببغداد وامتحان البغداديين له لمجلسي قرتني مجلسك قرتني كورك لبغداد بو امتحان كردني بخاري بغاية كان شون امتحاني بخاريان كرت أو يكلا برنامج رابردو باسم كرت. ذكر البغداديين فضله بغدادي كان شون باسي فضلي بخاريان كردوا. قول أهل الري فيه أهل الري واتاك إسا ولاتي الري كان زيك تارانا شون باسيان كردوا. ما حفظ عن أهل خراسان وما وراء النهر من القول فيه. أهل خراسان وما وراء النهر أو شون باسي بخاريان كردوا. أما هموي باسي أو كسانا كشون مدحي إمام بخاريان كردوا. أقول أما كميكي اللي بخوين وكميكي باسكين بقولي مجالي برنامكا على محمد كري بشار روجك بخاري روشت شاري بصرة محمد كري بشار وتي دخل اليوم سيد الفقهاء وتي قوري فقهاء أمرو هات شاري بصرة. محمد كري بشار كما أنا خويا نزانابون لفرمودة ولا سردمي خويا ناودار بون
الله أوانيك للدنيا حافظي فرمودن حفاظي دنيا لفرموديا تشاركسن أبو زرعة للري مسلمي كري حجاج لنيسابور عبد الله كري عبد الرحمن داريمي لسمرقند كإمام داريمي كتاب السنن هي ومحمد كري إسماعيل بخاري لبخارى واتا لو سردميا وتويانا أم تشاركسا لهمو كسكانتر حفظي حديثان زياتر لهمو كزياتر حديثان لبرا وهنديك جاريش إمام بخاري خوي بتايبتي باسكرا وكوال لها موكس حافظت له لفرمودا هر فرمودك هر أمر رواية أجرته لمحمد بشار والا دارمي وبخاري وأبو زرعة أمانة شنكس يكن كواب بتايبتي شار زابون لرواية كني فرمودا أجرته ولا هروها لمحمد كري بشارة وقال ما قدمنا علي ما قدم علينا مثل محمد محمد بن إسماعيل الله هاو شوي محمد كري إسماعيل نها توابو أم شارة وابو أم ناو شوي ناو شيء يما هروها أجريت ولا علي كري مدينية و الله وتي بخاري هاو شوي خوي نبيني و ما رأى مثل نفسه يعني جو جار وزور جار وصف كسي كان كردو وتوان او كسها وشوي خوي نبيني وواتا وشوي نبوة اما بشق لقسي بصرية كان بشق لقسي اهل حجاز قال كان اسماعيل بن ابي اويس اذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الاحاديث لنفسي وقال هذه احاديث انتخبها محمد بن اسماعيل من حديثي إسماعيل بن أبي أويس كلا شيخ كان بخاري كحديثي للروايات كردون عندك كس قسيان لسر روايتي أم بياوة كردوا إمام بخاري حديثي للروايات كردوا إمام بخاري هاتوا حديث كان هل بجاردوا أم بياوة بول من أجر هزار حديثي روايات كردوا إمام بخاري هاتوا دو صد حديثي هل بجاردوا للروايات كان أم بياوة يعني أواني بلاوة صحيح تربوا وي بخاري كاتك قسيان لسر كسي كراوة هاتوا حديثي للروايات كردوا زانيك كتشي للروايات كان نك هم فرمودا كان للروايات كردوا كان شتي كتابتي اللي الروايات كردوا وهي كلام كسانا اسماعيل كري اويسا الله كاتيك امام بخاري حديثي كاني اوي هل بجاردو الروايات كردوا الله ام بياوا الله ام حديثانا بتابتي بخاري انتخابي كردوا هل يقرتوا الحديث كاني من هل بجاردو كوات امانه تايبه لهم حديث كاني من امانه صحيح در الله اجرته ولا كسيك أبو مصعبي أحمدي أبو مصعبي مديني الله محمدي كوري إسماعيل لا يمفقه ترى لأحمدي كوري حنبل الله كسيق لدانيش توكاني وتي براسي مبالغة كري يعني بايليا كبري لأحمدي كوري حنبل إيش عالم ترى أبو مصعب وتي أجر إمامي مالك ببيني يعني وسيري رخصار بكر دايا وهروها سيري محمدي كوري إسماعيل بكر دايا أتود هردو كان لفقه حديثة ليك أستان بخاري وإمام مالك فمشي وصف أهل حجاز إن جاء باسي أو مجلسة أو كوريك واجراب وإمام بخاري كلا بنامر رابدو باسم كل فمشي ويا خطيب بغدادي أما أجريت ولا أو كساني كلو سردم جياون أو كساني كلو جياون بون منبشان سندة قمي هنا يوا حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي حدثنا أحمد بن الحسن بمشي وهتاوك وقات أحمد كري عدي سمعت عدة مشايخ يحكون جمل أحمد كري عدي كخوي زانيكي قوري فرمودي جمل كان مشايخ يقبوك أمان أجرايا وككاتك محمد إسماعيل بخاري هات بغا أصحابي حديث أغان ليبو بيستيان كوا أو هاتوا كوبون وصد حديثان هنا وقلبوا متونها وأساندها فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين كما خلق لزناني فرمود لو كانت المجلس كامد بن لبغداد كانوا لخلق تر ولا غرباء الله كات كوام مجلس كا بوشي وامد ابو اوان صد فرمودان حاضر كدب ودابو يعني هر دفر مودان دابو بدك بكسك
بو ويك واس سند ومتكان تكل كردو بيخو انه ابو بخاري بزان امتحان يمكن انا ضبطي انفر بدانا اكاد بمشي روايتي كردو ضبطك بهذا الله ابو شوا يقلك يقبيك فر مدكان خوين دوا حتى وك اخر جار ثم انتدب اليه الثالثها الى تمام العشره يقبيك فر مدكان خوين دوا حتى فرغوا كلهم من الاحاديث المقلوبه حتى هم ليبونا ولا حديث مقلوب كان ام حديث كبو شوي لبكري فيو تري مقلوب هل جراو تو سندك دان راو متن كثير متن كان دان راو سند كثير اذا اگر اما ب وكو بعمدي بكري وكو تاقي كرنا ودروسه بو كوا راويك تاقي كيتوا بور منت وكس اشتك بو جرت والله فلان كس اوايوت دواي ماوي كثير بلا وكي او بو جرايتوا باشتن روجي كثير بو منبل كي او بسراتي بو جرايتوا اگر بور من ناوكي غوري كي كتري باسكر وكوات حتمان درو وكات چونك يكم جار علي بون منا علي بو جرامو دواتر علي قاسم بو جرامو اما يكسو يقرو داواش تيكي آسانا طالما امانا ام سندانا زور بون سندك حسني كوري محمد جرت ولا محمد كوري ابو بكر ولا ابو حسيني احمد كوري محمد و لا ابو عمري محمد كوري عمرو يعني همو يناو كونيايا تنان لبر كردني شعرو هندي متن زور زور آسان تلتا لبر كردني امناوانا وي الله جارك كان شاعر قلت لي باش اما كي اما شحن رجله ما هي امنا وانا وتي دورته زنجيريه قلنا وقال معنا لبركه ورد شوار لا برلمنا وانا لبركه والله مش شعر اسانه يعني الشعر اصلا هون راوي هنا كانت بو اشتاق كريب هون راوي كوال بربكريت البخاري هاد ام حديثا مقلوبانا طبعا اقدر كسب بكم امتحانه ما بكاد دروسه والله ما اقدر كسب عمدي بس ما بس امتحاننا بيد دروس دي كسيك جهله بكاد اشتكان بوشوي اللي تكشت او دياره ضبطي طاونيا والبخاري لا يزيدهم على لا اعرفه فلما علم البخاري انهم قد فرغوا التفت الى الاول منهم فقال اما حديثك الاول فهو كذا جاء اورياي ابويا كم كسيان ودي حديثي كمت اوابو حديثي دومد اوابو حديث سيام اوابو شوارم اوابو حتى وكو هرد حديثك كم يعني طاوك دواي دوم كسي شان هرد حديثك بوشوي فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى متنه همو إسنادك جراندو ولا متنك خوي همو متن جراندو ولا إسنادك خوي وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها يأخذ كلها كان بها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعن له بالفضل وكان ابن صاعد إذا ذكر محمد بن إسماعيل يقول الكبش النطاح بوشوي بخاري ناو دار بولا ناو خلق بوشوي خلق فضلي أبي باسكر دو زاني بيتي استكسك ونون لمسر دما بازوكا كبخاري مجهولة أشياء والله قصيك هنا وذهبي لسير علام النبلاء ما يباس كردوه أي توشاود بونك وذهبي شون وصف إمام بخاري كردوه شون لسرته وباسي جياني أبي كردوه باسي إمام الصاكان وباسي قتابي كاني مدح استايش خلق بو أو كشون باسي كردوه أمات هيج نبيني شاود فينك شون أمات بيني كوا بخاري لشوينك قصيك نقلك على كسيك أويش بويا باسيك كولامي بداتوا بويا باسي كا كبيبل هم قسيكي زور هلي ام كسخوي كسيكي كذابه ك او كاتا لقب ام كسناي الرملي بو بيانو تو الرملي او بون من بخاري لا ياخذ ذهبي لا سير علام النبلاء سير علام النبلاء بمشي ويا باسي بخاري كردوا باسي عبادتي او باسي شونيجي بس أي كوا حرف فرمودي كينو سيبت بيشا دور كان يجي استخاري كردوه و تنانت بس لو كاك قرزي للايك سيك هبو على جالك ان روشتا شوينك ك لبي كسيك ليبو قرزاري امام بخاري بو بس 5000 درهمي لامام بخاري ورقرتبو اما جار ذهبي باسي سأوزعنا أنا أجر إما يعني أهم باسي لسر هاتوا تورا أهم باسا لسر بخاري أما دوار تري شهر هم باسي بخاري يك لم هم قسو باسا لم هم مدح باس كردنا هيش تجنا بيني أو أنا بكواق سي كسي كي هنا وككسي كي أصلاً كذاب ونسره ويكوادرو أكاد دروزنا وتوية بخاري مجهولة يعني أو كسيد أما خاطره لكاتك هبينين بديان لا برلا سر باسي فضلي أو باسي مدحي أو كراوة
ذكر رحلته وطلبه تصانيفه وباسي ويك شلون سفري كردو وكتبه كان داناوا باسي ويك خلق شلون ذكر حفظه وسعة علمه وذكائه باسي حفظ علمه باسي زيركي او انجد اي باسي فضائلي او كشون باسي ان كردوا ذكر ثناء الائمه عليه ائمه كان شلون باسي او ان كردوا او هندي باسي كان اقر بيخوين نوا او همان بسراتك كخطيب بغدادي باسي كباسي صد فرمودك اول رش امام الذهبي باسي كردوا أجرته ولا ذكر ثناء العلماء عليه ليك لا شو كان الله رشت ما وبلخ يكك لا شاركان الله أصحاب الحديث دوان ليك ردم كوا لهركسيك حديث بيستوا لهركسي لهر شيخ يا هرما مصايك حديث بيستوا حديث كان بوب يرمون أن أملي عليهم سألني أصحاب الحديث أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا فأمليت ألف حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم الله هزار حديث بوخ عندنا لهزار كسوا كوا حديث من الروايات كردون يعني إمام بخاري عندما مصاكان يزور بون وعندما حديث لا كسي جاوازه ورقرتوه لهزار كسوا فرمودي ورقرتوه لهر كسي كان فرمودي كي ورقرتوه بو أواني خواندوته يعني بو أي كوا وكو تنوعيك وكو أي كوا جورا وجور ببابتك لهر كسي كان فرمودي كي بو باس كردون عبد الله كري منير يكي اقبو لو كساني كزاهد وعابد بو لسردمي خويا ناصر هو باسي امام بخاري كردوا الله لم ارى مثله الله كسم نبي نوكو امام بخاري بيت ذكر ثناء الائمة عليه ائمة كان شون باسي ان كردوا الله بونمنا كنا عند ابي رجاء وهو قتيبة فسئل عن طلاق السكران فقال هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه قد ساقهم الله إليك عليه محمد كرو يوسف جرته عليه رجل لا أبو الرجاء أبوين لو كانت إمام بخاري أماد أبو كسيك بساري لك اللباري طلاق كسيك وكسر خوش بيت كسيك كسر خوش بيت طلاق بخوا أي طلاقي أكوينا يعني طلاقك بخاد لو كاتها عليه أبو الرجاء جوتي أو أحمد كرو حنبلو ابن المديني وإسحاق كوري الراهوي هميان أوتان ليرة أعمادن خواي برودقار أواني هنا وبرسال لوان بك على إشارتي بو بخاري كردو بس بخاري يعني بخاري وكو أحمد كوري حنبل ابن راهوي وابن المديني شارزاو عالما تو برسال لوبك وكان مذهب محمد أنه إذا كان مغلوب العقل حتى لا يذكر ما يحدث في سكره إنه لا يجوز عليه من أمره شيء مذهب إمام بخاري وابو كوا كسيك سرخوش بيت كنزاني شي على طلاقينا كبت هرشان زاناني تربوشون ان جواز للمساله وعلن مادم خوي بعمدي خوي والي كردو خوي سرخوش بوا اجل خوينا ماوا اگر هرشتيك بكات هر تصرف بكات لو كات يلا سري حسابه ولا سري اكبت شلك بعمدي بدستي خوي سرخوش كردو او شرابي خواردو تو هرشان حنفيه كان بون ران جواز الجمهور زانان الان طلاق سكران اكبت امام البخاري ليريا الراي لسر اويا كوا ناكبت عليه شونك أو كسا مغلوب العقل أقايل أخويني حتى لا يذكر ما يحدث في سكره نازاني كوال كاتي سرخوش كيات شي وتو شي كردو لبرو طلاق كشي ناكب خو أقر أمر إيما بخاري الرازبيت بو كسانا زور باشك بسرخوشي طلاق أخوان دواتر بشيمان وعلن أقاما لخو ما النبو أمر إيما بخاري بو كسانا زور باش يعني أو حالة لو حالة رزقاري نكات والله أعلم هرشان أوان كاتك أخوانا أو أخوي جناهك كبيرة أو شرابة أخوي جور لعنتي لي قردوا ولا أقول أنا بروزة خاف بكردوي شيطان ناوي بردوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان خاف نويت عمل الشيطان فنويت لي دوربن في غمر أخوي عليه الصلاة والسلام فنويت لعنتي لي كراوة تبرأ أو كسر أخوي جناهك كبيرة أنجام ذاك عرق أخواته بلى بلهما كات شاء أم مسألة طلاق قلنا يبي بحرامي لقال خزاني بيت يعني رأس أو جناه كاد بس ناوي جناه كاني زي تربية تربية طواوتي همو جياني همو كردو كاني هر حرام بيت وكعرق كا أخواته لولا شوار لقى الخزانة شي بحرام بينته وناوي بوشي وبيه أبو شاوري الروج يكبيت توب كاد بقرته ولا إخوة وازلم شراب بهنت لبر خوي بقول هي هدايتي أجور كسان بدأ كنيت يعني ويا بقرنا وزالنا بنبصر نفسي خوي أنا خوي جوري يعني متي أنا بدأت وازلم شراب بهن لو خرابة كاريه
بلان براسي حاليك جوري كوا يكن لجيان اخوان او تال لمساله طلاق كشان توشي اشكال وكشاء ابن الخزانه. يقولون محمد افقه من اسحاق. قلت انا مثلا محمد كور اسحاق اما نيسابور. قلت انا بخاري لمحمد لاسحاق كور راهويه فقيه ترك واسحاق كور راهويه فقيه جورب ولا زمان اخوي. هروها نعيم كور حماد الله محمد كور اسماعيل فقيه هذه الامه فقيه ام امتي. هروها عمري كور علي كور فلاس الله جاري كان قتابي كان عمري كري علي فلاس كزانيكي مشهوري فرمودي لزماني ولو زمانه حديثي كي جراي وبو بخاريان باسكر بخاري وتي لا اعرفه كاتي قرانا وبو لا عمري كري علي وتي ان بخاري وتي ان فرمودي نازانم اما فرمودي بيت اي وجوتي حديث لا يعرفه محمد بن اسماعيل ليس بحديث وتي حديثي كوا بخاري نيزانية ولا لا نبي كوا حديثني الا اجريت ولا داريميوا على محمد عندي ابصرهم واعلمهم وافقههم على خل خراسان سيزانا هالكوتو سيكس ناودار بن هالكوتون كابو زرعه وبخاري وعبد الله كري عبد الرحمن داريمي اما علي كري حجر على حجر وعلى محمد عندي ابصرهم واعلمهم وافقههم محمد كري اسماعيل بخاري بلا من ولا هميان شارزاترو اغاداترو فقيه ترى هروها أجرته عبد الله كري نميرة ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل هروها أجرته على محمد كري بشار على ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل هروها أجرته ولا حسين كري حريث ولا أعلم أني رأيت مثله كأنه لم يخلق إلا للحديث حسين كري حريث على بينازا أنا مكسيك بيني بيد وكو بخاري بيت هاو شوي أو بيت وقأوي كوات تنها بو حديث خلق كرابت خواي قورا خلقي كردبيت تنها بو روايات حديث بو هشتي كتير خلقنا كرابت محمودي كري النظر اجريتوا على دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم محمودي كري النظر على شوما بصرو شام وحجاز وكوفة زانياني أبين بيني هركاتك باسي محمد كري إسماعيل بخاري بكرايا وان فضلي عن أداب سر نفسي خويانا يعني أياند أولى إيما شار زاترة محمد كري بشار على لم يدخل البصرة رجل أعلم بالحديث من أخينا أبي عبد الله على نهات وتبصر وكسيق لبخاري شار زاتر بلا حديثة هروها أجرته على حفاظي دنيا أوانيك لفرمود شار زاتر بون شوار كسن أبو زرع للري ودارمي لسمرقند وبخاري لبخارة ومسلم لنيسابور بمشي وزانان باسي إمام بخاري وأقاداري أو لفرمودا وفضلي أو الذكاو يأخذ زكاو تزيريك أبيان كردوا براسي يعني كسيق بيت لهمو أم باسو أم همو مدحيك ولا باري إمام بخاري ووتراوة كسيك بيت لزمني أميا شتيك بدو هزي توقسيك ولا يكي قوتويتي بخاري نناس راو بونمون أما شي اعتبارك هي أما شي جور التدليس يكا آخر يكي لبابتكان علم حديث خوي التدليس يعني الراوية كشي تدليس يكا ناوي الراوية كقوري بالراوية كي تربوه يكا وانا ناس ريتوا راوية كي ضعيفة يكا بالراوية كي بقوة يا ناوي الراوية الضعيفة كشارته ولا يبا يعني تدليس خوي درو كردنا تدليس براي درو اگر هنكاد بهند ما بس جاري ويا كردو انا بيوان بيوتو اما نك تدليس نك براي درو اما ان ام جوره تدليس حر درو كي صريحه تو ببيني كسك ديان لا بر لا سر قوري وفضلي او شاكي او ترا ولا لان ديان زناي سردمي خوي باس كراوه وكو علي كوري عمري كوري علي فلاس بونونا وكو علي كوري مديني وكو اسحاق كوري راهوي وكو محمد كوري بشار او زانانا شلون باس يعني كردو شلون وتي انا هاو شوي نبو ولا سردمي خوي تو بلا اما كسي كينا ناسرا وبقسيكي بقسي كسي كينا ناسرا اصلا او كسا خوي اصلا ناسرا يعني باش كي باسي او رملي بيستو خوي رمليك معناه فقيه الشافعي ومتاخره ومبسكا اونيا اصلا خوي كينا بيستو او كسا كي اي ناسيت كي زاني او كي يعني هر خوي اصلا مجهوله غير وشروتي انا اما كذابه تو برو قسي كسي كذاب مجهول كسيك هيج اعتباري كينيا كزنا ناسي بيه يعني بلي بخاري كسيك مجهولة جالبر ومن لا حزمنا كل بردوام من السر مناقشة لا قالوا جورا كسانية شون كسي يكيق أمها مراسي أنا بشارية توا وبوشي ويبيه ولا كساتي وكو إمام بخاري بداد براسي هيج مناقشة
قصه كدن لقالي قفتو كدن سودينيا بويا الاخيره من او بيتي متنبي نوسي قال اذا احتاج وليس يصح في الافهام شيء اذا احتاج النهار الى دليل وهتا هيشتك ساغنا بيتو ولا فكره ولا ذهن انسان هيشتك بصحيح نامن يتو اجر روجيش بيستي ببلقها بيت يعني استر روجا روجي روناك ابو من هيك بيت بلا بعضي بلقم بو بين زمان امر روجا بشي بلقي بو بيني اجر روجي روناك بلقي بيت لبرو بالضبط ام بابت اوايا اگر یک اگر باری بخاری و قصه کی هاو شوی او بکات بله کسی کی مجهول اما هر عینی او بابته اما روجو دوای بلگه کال سر او و لیس یصح فی الافهام شیء اذا احتاج النهار الى دلیل خوی گورا یار متی من بدات کوا بگرینو بو ربازی او زانا گورانی کوا ل امه اسلامی او هم کتب باشی اندانا ول رگی او انو یمش فرمودا كان روايات كين وليان تيبقين وزانا كان بناسين وكساتي كان بناسين وحقي خوان وقدري خوان بدين وبزانين شونن ودائما بباشي باسيان بكين ودعاء خير بو همو لا كان بكين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.